حضرنا في هذا الجو العلمي عالي المستوى في الجامعة، وناقشنا يعني موضوعا مهما يبين امتيازات الأمير عبد القادر الوطنية والدولية والإنسانية، وهو رجل يعني تفخر به الجزائر، بمثله تعتز البلاد وتفخر. وقد قمنا أيضا بالوقوف على بعض الهياكل الدينية التي أضيفت إلى هذه الولاية، وهي يعني في الخدمة لخدمة الساكنة، تدعو إلى الوسطية والاعتدال، تنبذ التطرف، تدعو المجتمع إلى التمسك بالأخلاق الجزائرية، بالقيم الوطنية، بقيم نوفمبر، والابتعاد عن كل الانحرافات السلوكية. اليوم زرنا هذا القطب الديني الكبير في ولاية معسكر، وأشكر السيد الوالي والسلطات المحلية على يعني أقول إعادة بعث هذا المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا مع الأسف. كان يفترض أن يكون في خدمة المواطن من جميع المرافق التعليمية وتقديم الخدمة الروحية، وكذلك أن يكون مركز إشعاع في المنطقة، ويكون أيضا مرفق سياحي في المنطقة. واجهة معسكر ستتحسن من خلال وجود هذا القطب الديني.